صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقه جديده من برنامج الحدث لنهار الاحد 16 تموز يوليو 2017. ما ان بدأ الحديث عن نهايه داعش حتى انشغل العالم كله بما بعد داعش وتحديدا بموضوع اللاجئين والنازحين السوريين في مختلف انحاء العالم لا سيما في لبنان. هذا الملف بات ازمه في لبنان، وهذه الازمه قد تتفاقم وتصل الى مواجهه في الشارع. هذا الملف الأساسي سيكون محور بحثنا بعد قليل في الحدث. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وأرحب بضيفتي دكتورة مي شدياق من مؤسسة MCF معهد الإعلام. صباح الخير دكتورة مي. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. اليوم في مواقف كثيرة بلبنان، قد ايه ممكن العقل أن يتفوق على المشاعر والغرائز بموضوع النازحين السوريين، بداية بموضوع معركة جرود عرسال؟ ما هو موقف مي شدياق؟ هل هي مع أن تكون بالتنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري، وأيضا بوجود حزب الله الذي اعتبر رئيس بري بأن وجوده أكثر من طبيعي رح يعني يكون؟ يعني بالنسبة لي بلشت بنكتي، يعني أكيد ماني مع التنسيق بين الجيش اللبناني وجيش النظام السوري. فكيف بالتنسيق بين الحكومتين إذا هيك؟ إذا بعد لا أكيد بغير طريقة، أكيد كل شيء له حل. على كل حال اليوم قبل ما نبدأ الحلقة معلي، اليوم يوم قديسي مزبوط، نعرف أنه قديس لبنان مارشربيل، يوم عيد مارشربيل. يمكن بشفاعته ممكن هيك يحل السلام والمحبة بقلوب الجميع، كل اللبنانيين، وممكن نوصل على نقاط التقاء ما حدا يتنازل للتاني، بس بنفس الوقت حفاظا على كرامات الجميع، وبنفس الوقت بمحبة وتقبل للآخر أيا كان موقفه. عيد مارشربيل يعني وانتم بخير. وانت بخير يا رب، واكيد نحن بنعيد الجميع بعيد القديس شربل. لكن بايضا الملفات اليوم الموجوده في الانتخابات الفرعيه بكسروان وبطرابلس، ماشي ضياء بيوم من الايام ترشحت وقالت انه انا حترشح بوجه العماد مش العون في كسروان. لا هيدي هن قالوها هيك، انا ما قلتها بحياتي. في ناس قررت ما شفتني مرشحه انه ماشي ضياء مرشحه بكسروان، معناتها مرشحه ضد العماد عون. انا كثير بشكرهم لانه بالنتيجه ما قرنوا بحدا مثل ما نقول بالفرنساوي كومامبو، يعني ما حدا كيف ما كان، قارنوني بشخص اصبح فيما بعد رئيس للجمهور اللبنانيه وهو العماد ميشيل عون. انا وقتها بكسروان في 5 مقاعد للموارنه، وانا كنت ساترشح عن احد هذه المقاعد وليس عن الخمسه، فاذا اليوم اذا هذا موجها ضد شخص معين رح نحكي اليوم اذا هذا المقعد ايضا رح تترشح عليه مجددا. رح نحكي ايضا عن الانتخابات الفرعيه، اذا صارت الفرعيه أكيد، عن تقييمك للعهد اليوم. يعني حضرتك من الأشخاص كمان اللي واكبوا التطور اللي وصل أن يكون الرئيس العماد ميشيل عون هو رئيس للجمهورية، تقييمك لمسار هذا العهد وأيضا بالانتخابات النيابية، بتطور انتهاء داعش في العراق تحديدا عم نحكي، وكيف سيكون المسار في سوريا، وما هي اليوم، هل مي شدياق بتقرأ التطورات بسوريا بغير نظرة؟ حضرتك من الناس اللي كتير بتعمل نقد، وأيضا ما عندها مشكل أنه تقول أنا بهذا المحل مش غيرت موقفي، لكن أخطأت أو حتى ربما طورت نظرتي تمام للأمور. رح نقرأ معك. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وأجدد الترحيب بضيفتي دكتورة مي شدياق. بداية دكتورة شدياق، مثل ما أرى بالموجز شهادي، في تحذيرات من يوم الثلاثاء وتظاهرة الثلاثاء، في تظاهرتين مفروض، تظاهرة دعما للنازحين السوريين هيدا عنوانها، واللافت بأنه من ضمن العنوان هي رفضا للجيش اللبناني أو ضد الجيش، وفي مظاهرة مقابلة دعما للجيش اللبناني. أكيد بلبنان هيدا الموضوع بده يعني يجيش كل المشاعر عند اللبنانيين وعند النازحين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، واللي هن عددهم صار أكثر من ربع عدد السكان اللبنانيين. شو بتقولي؟ أنا بشك أنه يتم تجييش النازحين السوريين لينزلوا بكثافة على وسط بيروت، لا يشاركوا كلهم بهذه التظاهرة ضد الجيش اللبناني. بيكونوا عم يشتغلوا ضد مصلحتهم، وبيكونوا عم بيفتشوا عن سبب
هن يزعجوا حالهم قبل ما يزعجوا اللبنانيين. يعني اللبنانيين ممكن يختلفوا مين مع النظام مين ضد النظام، مين بيطول باله على النازح السوري، مين بيقول صار لازم يرجع بشكل سريع، وإنما ما بيختلفوا على أنه كل اللبنانيين هن مع الجيش اللبناني. لا شك نحن مع المحاسبة في حال كان ارتكبت أخطاء، لأنه ما في حدا معصوم بالنتيجة، ولكن لغاية الساعة لم تبين المعطيات أنه كان هناك تجاوز للمعايير الإنسانية في التعاطي مع هذه المسألة. بالنسبة للي قدوا نحبون وهن قيد الاعتقال من قبل الجيش اللبناني، يعني هن تصرفاتهم في جرود عرسال يعني لا تحمد عقباها، خاصة فيما بيتعلق بالمتطرف واللي عندهم مواقف اصلا ضد كل شيء شرعي بلبنان. ولكن بالمقابل يعني انه ممكن الاعتراض والقول انه لا نحن مع التحقيق، حتى الجيش لازم يكون في رقابه لانه نحن منا بديكتاتوريه بالنتيجه. الجيش هو من المؤسسات اللي فيها محاسبه داخليه تماما، يعني فيها محاسبه داخليه كمان، مش هن اللي بيقرروا اذا الجيش ارتكب خطا او لا. علينا ان ننتظر نتائج التحقيقات، وعلينا ان نثق ايضا بنتائج هذه التحقيقات. اذا سلفا بدنا نشكك بنتائج التحقيقات، معناتها انه كمان صرنا بدوله الفوضى. نحن عم نفتش على دوله المؤسسات مش لنوقع بالمقابل اذا بدنا ديمقراطيه بدوله الفوضى بقى يسمحوا لنا فيها. نحن مع الحفاظ على حقوق الانسان ومع المعارضه السوريه بحقوقها مطرح ما لازم يكون في حفاظ على حقوقها، ولكن في خطوط حمر لحد هون وبس. تعتبري انه اليوم يعني في حمله كمان من لبنانيين ومن صحفيين كمان صارت رفضا للممارسات التي قام بها الجيش اللبناني من عمليه يعني صور التوقيفات اللي صار بعرسال، اذا بدنا ننطلق من هون لانه المشكل بلش من هون، هل استفزتك الصور اللي نشرت بالتوقيفات اللي هي فكره انه يعني عراة من الجزء العلوي من اجسامهم ايضا على الارض موجودين مكبلي الايدي، هل استفزتك هذه الصور؟ انه توقيف بعض المشتبهين او المرتكبين او عراة، ومعلش نحن بالصيفيه مش مشكل، هلا اللي بده يقول لي حقوق الانسان انا اكثر شخص ممكن يكون من هون بالدفاع عن حقوق الإنسان. ولكن إذا منذكر مش من زمان كتير لما كترت التفجيرات ببريطانيا، شو قالت رئيسة الحكومة ماي؟ قالت أنه أنا مقابل الأمن وحقوق الإنسان رح بختار الأمن. عم نحكي عن بريطانيا، كيف الحال بلبنان؟ ونحن بالنتيجة بلد الأمن فيه على كف عفريت، كتر خير الله عنا قوى أمنية عم تقدر تضبط الوضع وعم تقدر تكشف كل المرتكبين قبل ما يوقع المحظور. بقى من هون معلي بدون يسامحونا، يمكن ممكن يصير بعد التجاوزات، ما حدا عم بيقول أنه يلي عم بيفوت وبيحط حياته كمان بمخاطر كتير كبيرة لحتى يعتقل بعض المرتكبين ويفكك بعض الشبكات أنه هو كمان منه ماسك قلبه بإيده. يعني التجاوزات ممكن تصير، وهيدي بيحاسب عليها خصوصا في 4 انتحاريين كمان عمليه بيحاسب عليها المسؤولين بالاجهزه الامنيه وبقياده الجيش. ما بفتكر قياده الجيش ضد حقوق الانسان، ولكن برجع بكرر بين تعريض امن المواطنين اللبنانيين للخطر وبين بعض التدابير الصارمه في بعض الاماكن، لا معلي سامحونا نرتكب بعض التدابير الصارمه ومنقول لهم بعدين ما تواخذونا. غلطنا مع البعض، ولكن أكيد ما غلطنا مع الجميع، لأنه بين الجميع هناك مرتكبين، والتحقيقات أظهرت أنه من كان يعد لارتكاب بعض التفجيرات وكان في شبكات، يعني اللي هلا عم ينتقد الجيش على اللي قام فيه والقوى الامنيه على اللي قامت فيها، لو كان هو ضحيه احدى هذه التفجيرات او احد اقاربه ضحيه التفجيرات شو كان قال؟ بس مثلا في خلاف حتى بالنظره في المجتمع اللبناني وضمن السلطه السياسيه، يعني اخذ على النائب عقاب صقر موقفه حين تحدث عن عدم شفافيه بمكان معين بتحقيقات عند الجيش او الممارسات اللي صارت. نعم بتأيدي ما رح اقول بايده ولا ما بايده، انا بعتبر انه كل شخص بينتقد معلي هيدي شغله ايجابيه. نحن لما بنقول انه نحن ببلد ديمقراطي ومصممين على ديمقراطيتنا، يمكن بتطلقي صفاره انذار لحتى يلي ممكن عم يرتكب بعض الاخطاء يتنبه وبالمستقبل ما يعودوا يرتكبوا مثل هذه الاخطاء. ولكن نقول ممنوع حدا يحكي وممنوع حدا ينتقد، كمان هيدا مش مقبول. بالمقابل
يلي عم بينفسه الجيش عم بينفس شيء ليحمي كل اللبنانيين ايا كانت انتماءاتهم، لانه الامن ما في ولاد ست ولاد جاريه، لما عم بيصير في ارتكابات امنيه عم بتطيح بالجميع ايا كانت انتماءاتهم السياسيه. بقى معلي الانتقاد هو محفز للمزيد من الرقابه. بقى خلينا ناخذ كل المسائل بايجابياتها، مش عم بعمل انا جمعيه مار منصور صباح اليوم وقول انه بكل شغله في ايجابيه، ولكن بدنا نحافظ على دولة ديمقراطية بمكان ما ضمن ظروف أمنية كتير صعبة عم يمرق فيها لبنان. عم نقدر نتبجح ونقول أنه مقابل كل ما يتعرض له المجتمع الغربي حتى في أوروبا في بروكسل في بريطانيا في فرنسا، نحن من أكثر الدول المحافظة على أمنها بالوقت الحاضر. هيدا له كلفة وله ثمن. معلي بدنا نروق على بعضنا وبدنا نبدل المهم على الأهم. والنازحين السوريين الثلاثاء، ماذا تقولين اليوم بقصة التظاهرات؟ يعني التظاهرة والتظاهرة المضادة، شو نصيحتك؟ الوزير وئام وهاب نصح وزارة الداخلية بعدم السماح بأن يكون هنالك تظاهرة الثلاثاء لا مع النازحين ولا مع الجيش اللبناني. يمكن بالنتيجة أوقات لما بيكون في اثنين دو بول بين بعضهم، لما بتحطيهم بوجه بعضهم بيصير في مثل النوتراليزاسيون، بتوصلي للزيرو. يمكن معه حق الوزير السابق وئام وهاب بالنتيجه انه او بده يكون في رقابه مشدده جدا انه بدهم يحملوا يافطات كان به، بس هيدي اليافطات شو بدها تتضمن؟ إذا بدها تنتقد الجيش اللبناني بشكل بهين الجيش اللبناني، لا بدهم ما يوخزونا. يعني الحفاظ على حقوق الإنسان على أبوعتنا، عدم المس بكرامات الناس على أبوعتنا، بس لما بيكون في تفكيك لشبكات أمنية بدون ما يغزونا. حضرتك مع إلغاء المظاهرات بالوقت الحاضر إذا بده يعمل كلاش من هيدا النوع؟ إيه، لأنه ما منعرف على طول منقول في طابور خامس، في وضع أمني بالبلد. يعني نحن ما عم نقول بدنا مثل مصر حالة طوارئ دايمة، ما عم نقول بدنا حالة طوارئ مثل حتى بعض البلدان الأوروبية، ما بدنا نعمل مثل تركيا يلي كل شوي بيتحجج بأي حجة أردوغان ليقول في بعد شوي بده يرجع لكل العقوبات وإلى ما هنالك. ولكن يعني شو بقولوا في شيء اوقات المحظورات تبيح الضرورات، الضرورات تبيح المحظورات. يعني بوضع هالقد دقيق مثل هيدا، لا الامن والسيطرة عليه هو أمر مشروع بلا ما ندق بحقوق الإنسان وبلا ما يصير في تجاوزات تصير على الأرض ونرجع نشوف أنه قوى أمنية عم تعترض لبعض يلي بدون يبالغوا بالدفاع عن حقوق الإنسان ويعملوا أعمال شغب. يعني ما بعرف شو المطلوب بالآخر، بس هون حيقول انه هذا البلد ضد انه التعبير، بينما هو يتسم بانه حريه التعبير في مصانه، انه هؤلاء كمان عندهم حق بالتعبير. برجع باكد لك اكثر شخص دفع ثمن حريه التعبير هو شخص اسمه ماشي دياء. انا ما حريه التعبير، وحريه التعبير مقدسه، ولكن حريه التعبير حتى باقصى حدودها هي بتتوقف لما بتمسي بكرامات الناس ولما في خطوط حمر بتتخطيها. هيدي بطلت حريه التعبير، بنصير بانارشي. يعني اذا بيطلعوا بيدافعوا انه احترام ويمكن بتكون البندورال يلي بيحملوها بمدروسه لدرجه انه ما بتمس بحدا، انا ما السماح بحرية التعبير، ولكن علامات الاستفهام هي مش عطول بيقولوا في طابور خامس، ما بعرف شو بده يصير نهار الثلاثة، مين ممكن يفوت يزيد الدوز شوي زيادة ونوصل لمطرح لا يحمد عقباه. كمان ما بدنا نشوف صدام وخبيط بين الأجهزة الأمنية وبين المتظاهرين. كمان بيصير المشهد بالنسبة للمجتمع الغربي أسوأ وأسوأ لما منفرج مثل هالمشاهد. يعني مثل مرة الماضي أمام مجلس النواب أنه بيقولوا لي أنه نحن ما حرية التعبير. يا أخي حرية التعبير مش معناتها تسلق بيض وتكبه وتكسر إزاز السيارات، تقف وتعبر عن رأيك أنا معه، بس أنه حرية التعبير تخبط العالم بالبيض والنواب يلي نازلين يمارسوا حقوقا. يعني كمان في تجاوزات. أنا مع حرية التعبير، ولكن في خيط رفيع هو اللي بيفصل بين حرية التعبير وبين تصير في أنارشي، يصير في فوضى بتودي إلى مشاهد ما بنتمناها. طيب اليوم بهذا المجتمع، إذا المفروض على الأرجح أنه تم إلغاء تظاهرة الثلاثاء، وإلا البعض يقول كأنه السلطة السياسية اللي هي ما عم تاخذ قرار بأي شيء هي اللي عم بتحط العالم بوجه بعضها، انه انا اعجز من انه اقدر اخذ قرار بالاجماع بهذه الحكومه اللي هي مفروض تكون حكومه استعاده ثقه، فخلي الناس
دبر حالها، اللبنانيين بوجه السوريين، وعلى الارض ببلد ربع سكان اليوم او المقيمين على اراضي اذا بدنا نسميهم. ما فيك تحط اللبنانيين بوجه السوريين، هي لانه يعني لما في بعض المواقف، يعني في ناس مع المعارضه السوريه، في ناس مع النظام السوري والاتباع له يلي التجأوا كمان للبنان بمعظمهم لاسباب اقتصاديه، لانه في مناطق ما كان فيها اسباب امنيه بتدعيهم لحتى يفروا من سوريا. فاذا حتى تجاه السوريين الموجودين في لبنان ما في موقف سياسي موحد، يمكن كلنا مع خروج إعادة النازحين إلى سوريا إلى أماكن آمنة بسوريا، ولكن لما بتترك الأمور على غربة على الأرض كمان بده يرجع في صدام بين فرقاء لبنانيين. هل هيدا الشيء يلي البعض عم يجرب يوصل له؟ أكيد لا. ما في وحدة حال، ما في وحدة موقف تجاه ما يحصل مع السوريين. بقى من الأفضل تجنب الكلاش بين اللبنانيين قبل ما نوصل للكلاش ما بين اللبنانيين والسوريين. طيب يعني المنطق هيك بده يصير في وحده حال. اليوم لما بيطلع راح على مجلس الوزراء بانه سوريا 70% بالتقديرات والارقام التي يتم اعطائها، 70% من مناطقها باتت امنه للعوده، نعم، لعوده النازحين. دوله قدامها هذه الازمه، ازمه اللجوء. لحد اليوم لم نعرف مين هؤلاء النازحين، من أي مناطق، هل هم من ضمن المناطق 70% اللي فيهم يرجعوا، مين عم بنسق معهم للعودة؟ حضرتك إذا بدك تعمل تحليل لهذا الواقع، أولا هل مع عودة النازحين السوريين إلى سوريا؟ من كل بد مع عودة النازحين السوريين إلى سوريا، لأنه أكيد ظروف معيشتهم ببلادهم بتكون أفضل 100 مرة من الظروف اللي هن عم يشتكوا فيها بلبنان، ومن اللي اللبناني مش قادر لا الانفراستركتور تبعيته ولا تركيبته ولا ظروفه بقى بتسمح باستقبال أنه يكون في نازحين أو إميجرانتس مثل ما مسميهم من مختلف الأطراف، يعني بما فيهم ما ورثناه من وقت الفلسطينيين وغيرهم من العاملين الأجانب في لبنان. في 3 ملايين أجنبي على أرض لبنانية، في 4 ملايين لبناني. هيدا بأي منطق؟ يعني أنه بتروح على دوائر الأمن العام المسؤولة عن الدائرة بوضع كتير أوقات بتستغرب لما بيجوا بعض الناس ينظموا أوراقهم. يعني في وضع سوريين بلبنان غير مقبول. يعني أخبرتني هديك المرة أنه جاي واحد عم يعمل أوراق وعم ينتقد ناتية 4 نساء وعم بيسجل، مش عم بيسجل، عم يحكي، هيدا عم بيسجل، غيره ما عم بيسجل. 4 ولادات جديدة غير الولادات اللي قبل، غير وهيدي حقيقة، مش عم خبر شيء بالخيال. قلت له فيلم من وجهي، انه انت شو جاي تطلب؟ كيف قاعدين عم تشتكي بالظروف اللي قاعدين فيها وبالأوضة اللي قاعدين فيها؟ كيف باردون، يعني بدي اسمح لحالي احكي بكلمة كثير بشعة بكره. كيف كانوا حبايل الأربعة مع بعضهم؟ يعني في امور العقل ما بيتقبلها، يلي مقتنع انه هيدا ظرف بده يخليه هو مش مبسوط بعيشته بلبنان وعم يشتكي وبده يطلب معونات. حتى المجتمع الدولي بده يوصل لمرحله بده يقول انه انا ما بأمن يلي معتبر انه النزوح الى لبنان. حضرتك من فريق يعتبر انه هو يؤيد ويراهن على المجتمع الدولي، نعم، يقال اليوم انه من يمنع تفكير بكيفيه اعاده النازحين السوريين الى بلادهم هو المجتمع الدولي. هذا الشيخ نعيم قاسم يلي كان عم يحكي هيك امبارح، بفتكر انه بده ما يخلص. يعني مش كل شيء جبران بسيط تحدث، مش كل شيء يقال عن فريق وحلفائه هو الصحيح. يعني كل واحد بيكون فيه لغايه في نفسه عقوب، ولا اللي عم بيقوله السفير السوري. يعني انا سفير نظام بشار الاسد لما هو بده يدعي السوريين يرجعوا الى سوريا، انا بقول لهم لا خليكم هون، لانه بيعملوا فيهم اللي عملوا فينا. معلش نحن بنعرف انه هيدا نظام قاتل قتل شعبه بالبراميل الكيماويه، قتل شعبه بابشع ما يكون، وما حدا يقنعنا انه المجتمع الدولي تصالح مع هذا النظام. لا، في 4 اقطاب هن هلا تقاسموا سوريا. عم بتقولي في 70% امنه، على راسي وعيني، ولكن ليست هذه المناطق كلها مع النظام السوري بطبيعة الحال. لذلك عندما توكلين هذه المهمة إلى المجتمع الدولي، إلى اليون، يلي هن بعدين بدهم ينظموا مسألة العودة مع مختلف الأطراف، يعني مش ضروري كلهم يرجعوا إلى نفس الأماكن، وما فيك تقولي لهم يلا افتحنا الحدود اللي فوزان مثل ما بدكم ارجعوا كيف ما كان وإلى أي مكان. لا بس الدولة هن فاتوا ما سألوا رأينا اليون. إذا اليون بدها تنظم مع نظام بشار الأسد بدها تنظم عودتهم، أهلا وسهلا فيها، مرحبا. بس لحد هلا
ليش فوضيه اللاجئين ما عم تعطي ارقام للبنان؟ نحن ليه بدنا نحط الضرب بالبوز؟ ليش في ناس بدها تستفز الناس الباقيين وتقول لهم ما بيرجعوا الا عن طريق الحوار مع نظام بشار الاسد؟ هيدي الطريقه ممكن عم بتكون للقول انه ما بدنا اياهم يرجعوا، ما كمان يلي عم بيجرب يستفز فرقاء معينين. اسمحي لي قبل ما نكمل في الجزء الثاني من الصورة، وصول رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى القداس مارشال بلفي عناية، والذي يترأسه البطريرك مارك شارا بطرس الراعي في يوم القديس شربل. تابع دكتورة مي، حضرتك عم تقولي انه نحن اليوم العودة مش مضمونة، بس الدولة اللبنانية، السلطة اللبنانية اللي على اراضيها هؤلاء ما عندها ارقام فعلا، ما عندها احصاءات رسمية تقدر ترجع لها. حتى المفوضية، مفوضية اللاجئين اللي عندها هؤلاء الارقام ترفض تحريرهم واعطيهم. يمكن نحن بعدنا من تلاميذ المدارس اللي علمتنا ببروبليمات المات اون بروسيد باغ اليمناسيون، يعني نجرب اللي مسجلين يلي فينا نحل مشاكلهم بمرحله اوليه، يعادون الى الداخل السوري الى المناطق الامنه، وبعدين بفتكر القوى الامنيه اللي قدر عم بس كيف بدك الشبكات الارهابيه قادره تحصى، ما بيكون خف عددهم، مش بيكون عندك فوق المليونين ونص. على كل حال القوات اللبنانيه راح تقدم مشروع متكامل يعرض على جميع الأفرقاء السياسيين، ممكن يودي إلى حل لهذه المسألة. وكل اللي بيتنطح وبيقول أنه هلأ صارت القوات اللبنانية بدأ تعرض حل لهذه المشكلة، اطلعوا عليها وبعدين كله قابل للنقاش، المهم نوصل لنتيجة. كما نقول بس الحل دائما مبني على عدم التنسيق مع بدنا النظام، بدنا ناكل عنب ما بدنا نقتل النطور، حل مع النظام يوك. طب بس هو يعني هذا النظام هو منه النظام المنتصر مثل ما البعض عم يجرب يقنعنا. اليوم في عندك روسيا، عندك الولايات المتحدة، عندك تركيا، وعندك إيران. الحل بيكون مع هيدول الفرقاء الأربعة. بشار الأسد لعبة دمية لا أكثر ولا أقل. لو ما تضافرت القوى الغريبة عن سوريا لدعمه ما بعده موجود اليوم. يعني لو ما إيران دعمته، لو ما حزب الله دخل بطلب من إيران إلى الداخل السوري لما كان موجودا لغاية اليوم. بعدين على طول منعرف دور اللي لطالما عمله ولعبه النظام السوري بجيش الإرهاب، بجيش التطرف، بعدين بمد يده للمجتمع الدولي ليقول أنا بساعدكم بس لو إيجاد الحل. يعني هو خلق، هو كان الدافع لتحويل الثورة السورية من ثورة سلمية. بنتذكر كثير منيح بال 2011 لما بلشت الحرب بسوريا كيف كانوا الثوار عم بيطالبوا بحل سلمي، بأنه بلشت بتقبيع الضفير تبع الأولاد بدرعا اللي كتبوا على الخيط الشعب يريد إسقاط النظام. قامت القيامة ولم تقعد، لم هذه الدولة لم تحاول أن تقاصص من أبع ضفير الولاد الصغار. لبالآخر هيدول اللي كانوا مسالمين ما قدروا يوصلوا لنتيجة بسوريا، إجوا المتطرفين يلي عندهم أسلحة وامتد الإرهاب إلى الداخل السوري وفلتون من السجون السورية كل المتطرفين. نحن بنعرف مين فلت فتح الإسلام عندنا، بس اليوم دكتورة بالنسبة ما حضرتك يعني من الناس اللي ونهر البارد بترجع يعني لشرعية الشعوب. طيب اليوم لو ما في جزء، لو أنه من منه هو لا 90% ولا 99%، نعم، في جزء اكثر من نصف الموجودين في سوريا يؤيدون هذا النظام. اكيد مش نصف الموجودين بسوريا، خلينا نتفق، بس في رئيس بيبقى لو انه كل الدبابات والعالم، لانه الباقيين هشلوا النظام. ايه بس هدول اللي بقيوا بدهم ان يبقى رئيس على راس وعيني. انا ما عم اقول عنزي ولو طارت، لا شك ان هناك فريق مع النظام، لا شك انه في فريق مغسول دماغه بيعتبر انه هذا النظام هو حامل اقليات، لا شك انه في ناس بتقول لك بين السيء من ضمن المسيحيين في لبنان، بين السيء والاسوء يمكن بالنسبه لهم هيدا هو السيء.
سيء ويمكن برضى بالامر الواقع، ولا بدي ديمقراطيه ولا بدي حريه، بس المهم انه ما بقى يكون في داعش، داعش على مشارف النهايه، ولكن هيدا لا يعطي سق براءة للنظام. مش رح يتم براءة الانتهاء، بس في واقعية معينة لها يتم الانتهاء من المتطرفين ومن الإرهابيين، وبعدين لكل حادث حديث، وبعدين لنوصل للمرحلة المقبلة. مش دوري أنا أقرر شو بده يصير، أنا كميشي دياء مش أنا اللي بدي أقرر شو بده يصير ببشار الأسد، ولكن المجتمع الدولي يلي عم رجع التقى في مكان ما، يعني باللقاء الدول العشرين بفتكر انه حبوا بعضهم ترامب وبوتين، بوتين قال انا ماني متمسك بالاسد، كل العالم عم بتقول ليست متمسكه بالاسد، وبالوقت عم بيقولوا كلهم انه هن ضد التطرف، هن ضد داعش يلي هو الخطر الاكبر، ويلي انا مقتنعه انه لو ما في ناس كانوا عم بغزوه مين اللي عم بغزي؟ يعني حضرتك عم بتسمي انه هيدا خريج اقبية السجون السورية، بينما اليوم بالوثائق التي يتم الحديث عنها وبالفضائح اللي عم بتصير عم ببين انه لا، تمويل في جزء كثير كبير منه خليجي وليس لا ايراني ولا سوري. ترامب بشخصه اتهم الإدارة الأمريكية بعهد أوباما بأنه هي وراء داعش. كانت لا، لم تكن وراء داعش، كانت مع وصول الإخوان. في فرق كمان، هلأ أنا ما عم دافع عن الإخوان، اللهم يعني أنه الله بيعرف، ولكن كمان ما نحور ما يقال بشكل لنوصل للنتيجة اللي بتناسب قراءتنا السياسية. لا، في معطيات، في واقع حال عم بيصير، في ظروف جديدة، في ناس هلأ بالوقت الحاضر عم بتجرب تصور الوضع بصورة معينة إنه في انتصار ما. هذا الواقع ليس صحيحا، الأمور رح تفرز حالة لحالة بطبيعة الحال بالمراحل المقبلة. هذه الدول الأربعة اللي سميتها هي اللي رح تقرر مصير سوريا، لسوء الحظ، ولكن هي الدول الأقوى على الأرض. بدك تقولي لي الواقع بسوريا هو مثل ما كان من قبل؟ أكيد لا، عم تحيي العظام وهي رميم. فإذا ليش لنحن بدنا نعطي سك براءة لنظام ثلاث ارباع، ما بدي اقول ثلاث ارباع يا اختي، نص الشعب اللبناني، بس اليوم بقى اللبناني بيعطي سك براءة، هي مش سك براءة، هو ليه تنسيق، بدي يعني اتعاطى مع نظام انا ضده، نص الدولة اللبنانية ضده، ما بدي اقول لك كلها، بس اليوم نصها. ليش لحتى لا فيني يعني يلي عم جرب، بس اليوم نحن قاطعين علاقات مع سوريا، اليوم التنسيق ليس قائما مع سوريا، ما بدنا ناكل عنب، ما بدنا نقتل الناطور، ليش بدنا نتواجه ضد بعض ونفوت بمعركة نحن بغنى عنا بالوقت الحاضر؟ لا أنا رح بقنع يلي مع النظام السوري إنه ما تعترف فيه، ولا اللي مع النظام السوري رح يقدر يقنعني إلي أنا والناس كتار يلي مثلي بتكون تفتحوا خطوط مع النظام السوري. بس هو خلينا نرجع لمراجع، ممكن هي بتلاقي الحل الأنسب، وممكن ساعتها تقدر تؤدي الى الطريق يلي بيؤدي الى عوده النازحين السوريين الى بلادهم، لا اكثر ولا اقل. التنسيق مع سوريا يقولون بانه اليوم بهذه الاثناء وكل يوم لما يصير في اجتماع بين العدو الاسرائيلي والجيش اللبناني بيكونوا قاعدين بوجه بعض وحدهم اليونيفل، مزبوط؟ بالنقورة بصير اجتماع تنسيق امني، طب اذا الاسرائيلي واللبناني عم بيقدر الجيشين، نحن عم نحكي عن يعني جيش معادي، مالي انا بدي احكيك بمنطقتين، لما حزب الله عمل المعارك وعمل الوساطات عبر ليحرر المعتقلين في السجون الاسرائيليه، راح هو مباشره عبر وسيط، عبر وسيط وصل لحقه، خلينا نحط هالوسيط يلاقي الحل ونخلص من هالعمل. بس اليوم سوريا منا اسرائيل، بالنسبة لإلي بتشبهها بكثير مطارح، بس عندها سفير، أنا بالنسبة وأنا ما بعترف فيه هيدا السفير، أنا من الناس اللي نزلوا على الأرض، هيدا السفير بالذات وإن شاء الله بيرفع علي دعوة هلا، هيدا السفير بالذات أكبر متطرف وأنا ما بعترف فيه، وكنت بفضل لو بيرجع على بلاده، صار في تبادل سفراء، نحن على أساس إنه الدولتين بيعترفوا ببعضهم، مش على أساس إنه بيجي الحاكم بأمره وبيطلع من وزارة الخارجية بيعمل لي ديكتي أنا كدولة لبنانية شو لازم أعمل وشو ما لازم أعمل، كل ما بيطلع بيطلع بعنجهية معينة ما بتحترم الدولة اللبنانية، بعد ما فكر حاله بوقت الوصاية السورية. حبيبتي لما عم تطلع المسؤولة تبع الأمم المتحدة كل ما فتحت تمها بيطلع 100 حدا بيعمل لها 100 ملاحظة وبتم استدعائها، هالشي ما حصل مع السفير السوري، ما تواخذيني، بيطلع بيحكينا بطريقة إنه عم بيربينا، لا حبيبي،
زمان أول تحول، ما قبل 2005 ليس ما بعد 2005، دفعنا دم لما نرجع لفترة الاحتلال والوصاية السورية، مش ليرجع هلأ بالتحايل على ما يحصل يرد الزمان إلى الوراء، ما في شيء بيرجع لوراء. طب بس هذا موقف ماشي دياب، ده مش موقف ماشي دياب، الدولة اللبنانية. طب الدولة اللبنانية اليوم ما فيها تقول ليش أنا دولة موقف ماشي دياب، هذا موقف الرئيس الحكومة سعد الحريري، موقف رئيس الجمهورية لمدعون. الرئيس الجمهورية قرأت اليوم في مكان ما أنه هو لم يأخذ موقفا من هذا الموضوع فيما يتعلق بالتنسيق مع النظام السوري، بقي على الحياد في هذا الموضوع، في تباين حول هذا الموقف بين فريقين سياسيين. نحن الموجودين بالحكومة منن كلن على فرد رأي سياسي، نحن فتنا على الحكومة على اعتبار أنه منحل مشاكلنا بالداخل، منمشي شؤون البلد الاقتصادية والإنمائية والأمنية، مش على أساس سلمنا بالمواقف السياسية تبع الفرقاء الآخرين. في فرقاء ولا ممكن بدك تقولي لي سياسيا شو بيجمع القوات اللبنانية وحزب الله؟ ما في شيء فيما بيتعلق بالسياسة الاستراتيجية الخارجية، عم يتفقوا على بعض المسائل الداخلية فيما يتعلق بالفساد، فيما يتعلق بالإنماء كتير عال، هيدا سبب التواجد ضمن حكومة وحدة، مش إنه سلمنا لأنه تواجدنا بحكومة وحدة إنه كنا على فرد رأي. طالما في اختلاف، طالما في اختلاف رئيس مجلس النواب برأي ورئيس الحكومة برأي آخر، خلينا نوصل لكومبرومي، نقدر نوصل لمكان بناكل عنب وما بنقتل الناطور، وممكن عبر وسيط بحب هو ينظم يلي بدهم يرجعوا على مناطق الوجود. النظام السوري بيرجعوا، مش كل اللي موجودين هل تؤيدين ان يكون يرجعوا على مناطق النظام السوري؟ اذا انت عم بتقولي بس بنقال ان سوريا بتقبل كمان تفتح ابوابها لاشخاص، هيدا كمان في راي بسوريا عم بيقول يا جماعه في ناس عندكم بلبنان ما عندهم اوراق، فاتوا بطريقه غير شرعيه، فتحتم كل الحدود وصار يفوت مين ما بده يفوت، ومنهم المعارضين للنظام مثل ما عم بتقولي حضرتك. طب نحن شو بيضمن لنا انه هو سوريين اساسا ما في عندهم ورق ثبوتيه؟ فعلا هيك عم بيكون الرد. هيك هيدي ديماغوجيه، وهيدا ذر الرماد في العيون، وهيدا عنزه ولو طارت، هيدا المنطق ما راح يودي لنتيجه. بيقدروا يرغوا 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 بهذا الاسلوب الى ابد الابدين، راح يطلع في المقابل فريق اخر يرغي 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 ونوصل لحيط مسدود. نحن بدنا يرجعوا السوريين الى بلادهم بكرامه، يلي بخاف من هيدا النظام وهرب من بلاده من هذا النظام، مش هيدا النظام يلي رح يفتح له الحدود ليرجع، لانه هيدا بتكون عم بتقولي بدي وطنه بلبنان، هل هذا ما يريده الفريق الاخر؟ في فريق هو كمان مأزوم، فات حارب بقلب سوريا وهو كمان مش من صالحه، في مليونين سوري ما عم بيحافظوا على الامن بلبنان لانه بخافوا من اي كلاش امني بلبنان، مثل ما ذكرتي حضرتك ببدايه حديثنا انه هول ممكن يفوتوا يفتحوا جبهه بالداخل اللبناني. هل يا ترى هيدا اللي بدنا نوصل له؟ طب يعني حضرتك مع ان يكون الوسيط هو حزب الله، انا مع تؤيدين انه يكون يعني طرح نفسه حزب الله ليس وسيطا في موضوع سوريا، حزب الله دخل للصراع ولقتل السوريين وللمشاركه في الحرب في الداخل السوري، لم ياخذ راي جميع اللبنانيين ولا الدوله اللبنانيه، انا كيف بدي اعتبره هو وسيط بوقت انه حزب الله هو فريق؟ طب في امور ما بدها اثنين يجادلوا بشانها، هو بيعتبر نفسه فريق، ليه انا بدي اعتبره وسيط؟ لانه هو موجود بالحكومه، ما عم تقولي بعدنا بحكومه فيها القوات وحزب الله. النهار اللي بيصير حزب الله هو الدوله اللبنانيه، كل اللي عم بتقولي بس هو جزء من الدوله اللبنانيه، هو جزء تماما، وهذا ما تقولينه، وانا اقول هناك جزء اخر، بدنا نوصل لحل وسط بين الفريقين، ما في فريق يفرض رايه على الفريق الثاني. لا مش بفرض رايه، هو عرض انه بس هو حزب الله قال انا منا هالقد كمان، يعني شغل بده يكون مش عنزه ولو طارت، في فريق من في كتار من السوريين الموجودين بلبنان يكنون العداء لحزب الله على اعتبار انه طيب حزب يعني بلبنان هو شارك بالحرب ضدهم بسوريا وقتلهم. أنا ليه بدي حط هلأ أعمل كلاش بيناتهم؟ يعني ما بقى هؤلاء في لبنان؟ بجيب وسيط دولة يعيد الجميع إلى سوريا،
من هو مع النظام يعود إلى المناطق التي تحت سيطرة النظام، ومن هو ضد النظام يعود إلى المناطق الجنوبية حيث لا سيطرة على النظام للنظام، وإنما أصبحت مناطق آمنة تم تحريرها من وجود الداعشي ومن وجود المتطرفين الإسلاميين اللي كانوا عم يعبثوا بالأمن السوري وصولا إلى الأمن اللبناني. ما حدا عم بيقول ما بتعتبر إنه في نازحين في لبنان. كمان في ظروف غير فكرة إنه معارض للنظام أو مؤيد للنظام ما بدهم يرجعوا، اللي هي منها اقتصادية، منها خدمة العلم اللي نحن عم ننساها. في شباب اليوم يخافون من العودة إلى سوريا لأنه في خدمة علم، وما في شيحة يقول لهم بالدولة السورية لا تهربوا من خدمة العلم. يعني اليوم عم تعطوا أنتوا أسباب تخفيفية لأشخاص للبقاء. عم يعطيني حق. أنت برأيك اللي كان بالمعارضة السورية رح يفوت ينضوي تحت لواء جيش بعده محكوم بنظام بشار الأسد؟ طب خلينا نحكي منطق، انه يلي اصلا كان عم بحارب هذا الجيش بده يفوت يعمل خدمه علم بجيش بعده مسيطر عليه نظام بشار الاسد؟ ما حدا عم بيقول بفك الجيش السوري لانه فيها خطوره مثل ما حصل بالعراق. هناك امثلات علينا ان نتعلم منها، ولكن ليس باستطاعه بشار ان يبقى على راس هذا النظام الى ابد الابدين امين، وليس بامكانه ان يفرض ارادته على من حاربه ومن قاتله ومن قتله بالبراميل الحارقه. التجربه اللبنانيه ما صار هيك؟ بشو؟ مش زعماء الحرب بالتجربه اللبنانيه قعدوا ما انتهت الحرب وداروا مرحله لحظة السلم؟ لحظه اخذت قلنا انتهت الحرب بالتسعين؟ نحن اليوم بال 2017 بعدنا الثورة الفرنسية اللي بنتبجرح فيها، وأنا معي الباسبور الفرنسي وإيجاليتي فراترنيتي ليبرتي وإلى ما هنالك. أخذت 100 سنة الثورة الفرنسية لطهرت نفسها لطلعت من الشوائب يلي فيها، مش بين ليلة وضحاها. طيب يعني بعد في كثير من الشوائب ما بتحطي الطريدة بتم الحيوان يلي بده يفترسها. ليه الحل يلي بيطرحه المجتمع الدولي لنقدر نلاقي عم ينحكى بحل شبيه بالطائف اللبناني؟ أنا رح أقول لك، خلينا بهاليومين يكشف عن الخطة التي ستطرحها القوات اللبنانية التي هي مطروحة على الجميع وقابلة للبحث. وهون من على هذا المنبر سمعت أكثر من شخص عم بيقول، من ضيف عم بيقول أنه الدكتور سمير جعجع قال حطوهم ببواخر وابعتوهم من لبنان. قال إذا الأمم المتحدة بدها تمنعنا فرح نحطهم ببواخر ونبعتهم. هيدا الحديث هيدا مش مزبوط. يعني إذا مزبوط؟ الواحد أوقات بإطار حديث معين بيضخم الأمور لا يكون هو يتبنى هذا الحل. أحد ضيوفك بلش يحكينا أنه كان هيدا من عن أيام كيسنجر مطروح أنه المسيحيين بلبنان ناطرتهم البواخر ليروحوا. في البعض قال الفلسطينيين ناطرتهم البواخر ليروحوا. هو صديق عزيز وصحافي سمعته معك بحلقة رح قال له هي بالنسبة للفلسطينيين كان في بواخر حملت القياديين ب القيادات الفلسطينية وظهروا من لبنان. يعني اللبنانيين ما بيظهروا بالبواخر من لبنان، ولكن ما حدا يقد مراجل على التاني بقى. لا نحن لسنا مع الخروج، ولكن إذا بدي أحكيك بهيدا المنطق علما أنه أنا ما سمعته، أنا لم أكن هناك، واللي قرأته فيما بعد لم أقرأ هذه الجملة. أوكي؟ يعني لا بتبنى ولا، ولكن سألت قالوا لي لم تقل. يمكن اللي قال لي كمان ما سمع. أوكي؟ ولكن إذا كان لتجنب مناطق النظام السوري انتقلوا بالبواخر إلى مناطق بتأمن لهم حمايتهم أمنيا، ما بفتكر هن بيقولوا لا إذا كان هيدا المطروح. بس هو نحن اليوم عم نحكي عن يمكن بيروحوا بكونفويات بحماية أمنية دولية. يعني اللي طرح الموضوع هو أول من حكي عن الموضوع من هو؟ مش الرئيس ترامب؟ لنكون صريحين، المناطق الآمنة وإعادة السوريين إليها لحتى تخفيف الخطر يلي عم بيحدق بكل الدول بالغرب أكثر. إذا رفضوا هؤلاء النازحين هن ما انسألوا أساساً، يعني الكل عم يحكي اليوم بقضية المعنيين فيها بعد إذا رفض جزء منهم أنه يغادر بيبقوا لاجئين على الأراضي اللبنانية. المسؤولين عم بيقولوا فيما يتعلق بالمرحلة الحالية لأنه الصورة لم تتضح بعد 100% العودة الطوعية. في مثل بيقول يا خبر اليوم بمصاري بكره ببلاش. عم نستبق وعم نعمل جدل بيزنطي على موضوع المنطق بيقول انه لازم كل اللي اجوا
من سوريا بسبب الحرب يرجعوا إلى بلادهم، لأنه مفروض يكون هيدا هدفهم بالحياة، أنه نحن اللبنانيين صار عنا أقصى المعارك وقليل اللي تركوا بلادهم. كنا ننقل من منطقة لمنطقة، مش نحمل حالنا ونمشي ونترك بلادنا. معليه سوريا قد ايه اكبر من لبنان؟ ما في منطق كمان هيدا المنطق تبع يلي غادروا سوريا وخايفين على انفسهم، كان فيهم ينقلوا من منطقه الى منطقه اخرى داخلي يعني. كان في مثل برين ووش، ما بدي اقول انه كلهم مسؤولين، ولكن بتصير عدوى انه مثل ما فلان غادر البلاد خليني عرضوا حالهم لمخاطر هن بغنى عنا. المجتمع الدولي من بعد ما شاف الطفل إيلان على البحر، من بعد ما قذفته المياه على الشاطئ بتركيا، فتح حدوده من دون رادع، بما ميركل يلي طلبت بالامر رجعت عدت اسابيع ندامه وندموا على القرار يلي اخذوه. ما كمان صار في تسلل لارهابيين من ضمن هؤلاء يلي كانوا نزحوا الى الخارج، صار في ظاهره انه كل السوريين لازم تركوا أراضيهم. خلص هلا بلشنا صفحة جديدة، إن غدا لناظره قريب. خلينا نحل أمور بموضوعية بلا عن جهة. أهم شيء ما حدا يرجع بالمنطق القديم، لا حدا يرفع لنا أصبعه، ولا السفير السوري يطلع من الخارجية يعملنا ديكتي ويقلنا شو لازم نعمل وشو ما لازم نعمل. مش هو اللي بيقرر، هو لا يختزل إرادة السوريين بالوقت الحاضر. يختزل إرادة فريق بقدم له الطاعة، بس يختزل إرادة الجميع لا، وما بيختزل إرادة وما بيقدر يعمل ديكتيه لكل الفرقاء اللبنانيين. لبنان نسق مع النظام في سوريا، برهبة معلولة نسق بعودة الجنود العسكريين المخطوفين جزء منهم، واليوم كمان يعني كل يوم لازم نتذكر ونقول بعد في جنود. انت بتقبلي تقولي انه حزب الله نسق مع اسرائيل؟ نسق عبر تفاوض غير مباشر، ايه بينقال وصل الحكي. ايه بس نسق عبر المدير العام للامن العام، عم نقول هلا نسق عبر مفاوض. اذا شخص بالدوله اللبنانيه من اللي بيعتبر حاله من حلفاء او ما عنده مشكله مع النظام نسق بيكون شيء، وانه دوله بامها وابوها تعطي شرعيه لنظام في نص اللبنانيين ما بيعترفوا فيه، بتكوني عم بتفتشي على المشكل. هو شخص بمنصب موظف، هو مدير عام امن عام اللي نسق، لا منه شخص عادي ومنه وسيط محايد، هو يمثل الدولة اللبنانية اليوم. لما عم بفاوض على اساس رئيس جهاز مكلف من الدولة اللبنانية، مش بكل شيء مكلف، في مسائل بتنسقها. ليكي انا لواء ابراهيم الله بيعرف شو بحبه وشو بعزه، هو بيعرف هالشيء بالتمام ونقدر له كل ما يقوم به. لما منبلش نحكي بمنطق ومنضوي على هالطريقه وكانه عم بيقوم بالامر بتحدي لافرقاء اخرين، بكون عم بيضر بالسياسه يلي عم يعتمدها وبالخطوات الامنيه يلي عم يعتمدها. خلي الانظمه المخابراتيه والامنيه تشتغل شغلها، وخلي الانظمه الوجوه السياسيه تشتغل شغلها. يعني تنسيق امني ما عندك مشكل فيه مع سوريا؟ بتنسيق امني بيتم مع العدو. يعني في كان في بين يعني الجيش، بس انه مهم ما نقول انه يعني الدوله اللبنانيه سياسيا نسقت، بس انه كلفت الدوله اللبنانيه، الدوله السياسيه اللبنانيه لا تعترف بنظام بشار الأسد كممثل لكل الشعب السوري. نقطع السطر، حشت أوليني شيء ما قلته. إلي ساعة بقلك نانسي إنه في فريق بيعطي شرعية وفي فريق بيرفض، بس ما بيعني إنه خطوط التواصل مقطوعة، عدوك بتتعاطي معه. هيدا اللي بدنا نوصل له يعني، بس اليوم ما بتعترف فيه. في نقطة، في جزء ما يعترف فيه، بس كدولة اليوم في منصب مدير عام امن عام هو يمثل نانسي. الدوله اللبنانيه لا يمثل نانسي. افريقاء وطرف نانسي. يعني هي مستعده انه تنسق ساعتها. في بعض الزملاء الصحفيين بيحاولوا المنابر الاعلاميه لجدل بيزنطي. انا مش منهم. مش هيك؟ انت مش منهم. اوكي انت اكيد مش منهم. مش انا متفقين بقى، عبرت عن وجهه نظري وقلت لك كيف بقرا الموضوع، وانت عبرتي عن وجهه النظر الاخرى، بس ما بدنا نقطع الحلقه كلها عم نحكي عن نقطه، لا رح تقنعيني ولا رح الفريق يلي اكيد انت صحفيه عم تعملي دورك. انا هون ما عم بحكي كصحفيه، انا بنتمي لفريق سياسي. هذا مبروك الفريق الانتساب لا يعترف. اي متى انتسبت للقوات اللبنانيه؟ الي اشهر.
بس انا مش كل شيء بخبركم اخيرا انتسبت للقوات. انا برو، انا طول عمري برو. هلا ليه قررت؟ لانه اوقات بتكوني يعني بتعرفي شو بيقولوا، هيدي القصه مثل اثنين بيكونوا عايشين مع بعض كونكوبيناج، بالاخر بيشرعوا علاقتهم بيتجوزوا. ما هيدا هو باختصار. ليه هلا اقتنعتي بالانتساب؟ قبل ما كنت مقتنعه بالانتساب؟ كانت الظروف كلها مختلفه، يمكن انه اردت على طول انه افصل بين عملي الصحافي وبين المؤسسه اللي بنتمي اللي اسستها بالاحرى يلي هي الفاونديشن، وبين العمل السياسي. واخذت معي كثير جهد لاقنع الجميع انه بالمؤسسه وبالفاونديشن ما في سياسه. انا على المستوى الشخصي بحق لي خوض معترك العمل السياسي كما اريد. بعدين اخذت معي وقت لقدرت اطلع من ثياب الاعلاميه التي عليها ان تكون محامي الشيطان مثل ما حضرتك كنت عم تعملي من شوي، وبين انه يكون الموقف السياسي ملتزم 100% بالفريق يلي بتنتمي له. ما بيعود عندك لما بتلتزمي بحزب معين يعني في لوكس بدك تستغني عنه، يعني بس مش كل ما طلع براسك موال بدك تغني. يعني مش عدم قناعه بالحزب، بالفكره الانتماء الحزبي. لا اعوذ بالله، هيدا الفريق يعني كل العالم بتعرف انه انا محبزة. كانوا يقولوا لي انت شو؟ قول لهم هواية قوات لبنانية. بين هواية قوات لبنانية وبين احمل بطاقة كان في شعرة اجتزتها لا اكثر ولا اقل. هل هذه البطاقة ستكون البطاقة التي تنزل اسم ميشي دياك في الانتخابات النيابية بعد فاصل اعلاني؟ مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع مع دكتورة ميشي دياك. دكتورة شدياك، بموضوع الانتخابات الفرعية دغري نفوت على الاكشن اللبناني، كسروان طرابلس، كسروان مقعد الشاغر نتيجه انتخاب العماد ميشيل عون رئيس، وطرابلس في مقعدين شاغرين. هل ستترشح ميشي دياك على الانتخابات الفرعيه اذا صارت؟ ميشي دياك لن تترشح على الانتخابات الفرعيه، وميشي دياك او بالاحرى الفريق الذي انتمي له مش كتير مقتنعة أنه في انتخابات فرعية. إذا صارت رح تصير، ولكن يعني إذا بدها تبلش من هلأ ليقروها ويبلشوا التحضير لها بأكتوبر، بيبقى 6 شهور على الانتخابات. بقى ما في لزوم لهالخربطة كلها لتصير. هلأ أنا ضد التمديدات كله، الشلفة مثل ما بينقال، ولكن هلأ في فريق لو عم بيقول أنه أوكي وعم بيساير، في فريق ما بده اياها تصير للانتخابات الفرعيه. يعني؟ بيعرفوا حاله. التيار الوطني الحر؟ بالعكس، التيار الوطني الحر بده تصير الانتخابات. في فريق ثاني بيقول ما في لزوم لهالكركبه هلا لانه في اعتبارات ثانيه يجب التحضير للمعركه الكبرى يلي هي الانتخابات النيابيه يلي بدها تشمل كل لبنان. يعني في انرجي بدها تنحط، وفي بس بعد كان عم بقول خليها تكون بروفا جس نبض لمعرفه المزاج الانتخابي، لانه كسروان منطقه حساسه وطرابلس منطقه اساسيه. تماما. هلا رح يصير فيها شد حبال، بالنتيجه بدها تصير على طريقه النظام الاكثري. يعني اذا في شخص مرشح، اذا ترشح واحد ضده بتكون المعركه حاميه، اذا بيترشح 5 وفي واحد قوي كثير من ثاني ميله بتكون النتيجه معروفه السلف انه هيداك اللي بده ينجح. ما كمان النهار اللي بدها تبلش المعركه بتنقرا من مين بده يترشح على الانتخابات. يعني اكيد بتكون بروفا، بس بروفا على شو؟ ما هلا نحن بدها تصير على مزاج شعبي، على انتخابات بدها تصير على قانون مختلف عن القانون الذي ستجري عليه الانتخابات النيابية المقبلة يلي هي بالنتيجة هذا كان أفضل الممكن، من القانون الإيديال، ولكن قانون كتير صعب على الجميع. يعني بفتكر كلهم مسكين القلم وورقة وكالكولاتريس، وكل فريق بحد ذاته هون منتفق منتحالف، هون ما منتحالف، هون يمكن لو نحن حلفاء أفضلنا ننزل بليستين لأنه حسب الحاصل الانتخابي والصوت التفضيلي يلي الصوت التفضيلي لأنه محصور بالقضاء، لانه صوت تفضيلي واحد مش صوتين كله ضايع، خديها مني.
يعني انه بس بدهم يصالوا على الانتخابات كله بده يرجع يعيد حساباته وبده يدرسها على قلم بها الورقة. الانتخابات المقبله ستترشح مي شديا 2018؟ القرار يؤخذ على مستوى الحزب وعلى مستوى الهيئه التنفيذيه. شو قد ايه صعب اخذت سيرتي انه هالقد التزام انه انا اليوم بدي كون. بالعكس، لانه انت بهيدي المرحله المستقلين كثير خف دوره شئنا ام ابينا. مزبوط. اللهم اذا انا جايه من برا معي كم مليون او كم قريب المليار وبدي كب مصاري وقررت انه خوض معركه انتخابيه اشتري فيها اصوات العالم، هاي صارت بتصير. او انه انا عندي زعامه سياسيه معينه على مدى سنين طويله وهلا بدي استثمرها. انا كنت عم بترشح على اساس مستقله، رصيد الشعبي هو الاساس يلي انا مستنداله، بس الرصيد الشعبي بالطريقه الحاليه يلي بدها تصير فيها الانتخابات ليس لوحده يلي هو بيقرر. يعني ما نضحك على بعضنا، وانا ما رح بترشح، برجع بقول مني من دعاة الفن للفن، انه اترشح لحتى اسقط ليه؟ شو حشرني؟ مبسوطه كثير بحالي، سياسي رح نشتغل ان كان على مستوى النيابه وان كان على مستوى الوزاره، ومثل ما عم تكون عم اقول لك من شوي ان غدا لنظره قريب، خلينا نشوف. مزبوط، مثل ما عرفت انا القوات اللبنانيه وتحديدا دكتور سمير جعجع اكد بان ان لم تكن مي شديا نائب عن القوات اللبنانيه ستكون وزيره في حكومه ما بعد الانتخابات. انت هيك سمعتي؟ إيه لكن بيكون صحيح. خي مصادري هالقوية، سمعتي انا مصادري هالقوية مش انا اللي عم اقول، بس اذا انت عم تقولي يا فكوبا اساسا فكره الانتساب للحزب هلا، لانه لا انا فكره الانتساب للحزب بالنسبه لإلي انه كانت شغله طبيعيه بالمسار الطبيعي لسير الامور يعني. ولكن القرار باخذه لما انا بقتنع فيه. انا امراه متمرده، ما في حدا يجي باي لحظه يقول لي اعملي هيك او ما تعملي هيك. بعمل الشغلة إذا أنا مقتنع فيها، وإذا أنا مش مقتنع فيها ولا ممكن أبقى عليها بقى. هذا طبعي. ما كنت مقتنعة بالتفاهم تبعو التيار والقوات اللي وصل لرئاسة الجمهورية؟ أنا بالنسبة لإلي خفف التنافس وخفف عم بسمي كثير كلمة كلاش اليوم معلي بالجامعات. أنا معلم بالجامعة. مزبوط. في أحلى منها تروح على انتخابات طالبية ما يصير فيها ضربة كف؟ كنا نمسك قلبنا بإيدنا أنه هلأ الليستين بدهم نزلوا ضد بعضنا من بعد التفاهم، بس ما استخدموا سلاح كتير، ولكن خفت الحدة. إذا هيدا اللي تم الوصول لإله رائع، ويمكن ذكرتها بشكل غير مباشر من شوي، حتى بالترشيح على النيابة يمكن يكونوا كل واحد بليستا، لانه افضل لهم يكونوا كل واحد بليستا يعني، مشان يعني منا فيزيون، مش انه خلص انصهار تفاهم بعد. هو تفاهم في كثير مسائل بعد في اختلاف عليها. انت ذكرت من شوي ما بدنا نرجع للموضوع، ولكن ذكرت من شوي التنسيق مع النظام السوري. بدك تقولي لي اعلنت القوات اللبنانيه واعلن الدكتور سمير جعجع انه نحن ضد التنسيق مع النظام السوري. الوزير جبران باسيل استقبل سفير النظام السوري، فاذا في كثير امور بنختلف عليها، مش معناتها فيزيون بتعتبري حال واحد. بتعتبري انه مهم يتحالفوا مع بعض بالانتخابات النيابيه؟ حيث يكون هناك ضروره، ايه ليش لا؟ وحيث مصلحه الفريقين انه كل واحد يكون على ليستا، اكيد افضل يكونوا على ليستين مختلفتين في مصلحه لك. يعني بتعتبر انه حتى لو انه ما كانوا مع بعض هن متفقين انه ما يكونوا مع بعض بيكونوا بهالمناطق، متفقين او كل واحد عنده مصلحته. بحبك يا اسواري بس قد زندي لا. حدا بيعطي كادو للفريق الثاني، مش كل فريق سياسي بالمرحله الحاليه وكل حزب بهمه يجيب اكبر عدد من الممثلين بالندوه البرلمانيه ليكون بعدين عنده، لانه هيك صارت التركيب اللبناني، اكبر عدد من الوزراء لانه بيعتبر من اكثر الممثلين. هيدي التركيبه اللبنانيه صارت بهالطريقه، فاذا كل واحد وكل حزب عم يسعى يكون عنده أكبر عدد من الممثلين بالندوة البرلمانية، ما رح يحبوا بعضهم على حساب حالهم. طيب بس اليوم بلبنان دايما المعارك تفتح باكرا وتحسم في الساعات أو في اللحظات الأخيرة بآخر ربع ساعة مثل ما بقولوا. المعركة رئاسة الجمهورية يقال بأنها ستفتح بال 2018 لأنه دائرة الشمال، يعني عندنا بشر البترون الكورة صغرتا بما فيها من مرشحين لرئاسة الجمهورية. هل تعتبري فعلا
هي معركة رئيس الجمهورية رح تكون؟ هلا هي تصور بهذه الطريقة لأنه فيها كثير مرشحين لرئاسة الجمهورية، فيها يعني شارل دكتور جعجع، فيها صغرتها سليمان بك فرنجي، وفيها الوزير جبران باسيل بتول. الوزير جبران باسيل ومن إذا بدي صورها، ومين بيقول مشيخ بطرس حرب كمان كان مرشح لرئاسة الجمهورية. مزبوط. يعني اسم الله منطقة الشمال على طول عم بتكون خزين للمرشحين لرئاسة الجمهورية، فإذا وعم تتصور الأمور من هذا المنظار. ولكن برجع بقول بالتحالفات كل واحد مين بده يجيب أصوات أكثر، يعني كل واحد عنده مصلحته وين إذا تحالف مع فريق معين. وبرجع بذكرك بهيدا الإكس يلي بده ينحط على الصوت التفضيلي، يعني أنت بالنتيجة إذا بدك تتحالفي مع فريق أنت عارفة أنه أنت عندك أكثر منه أصوات بهيدي المنطقة، إذا كل الأصوات التفضيلية رح تروح لمرشحك مش رح تروح لحليفك. يمكن انت مش من مصلحتك بقى تتحالفي مع هيدا الفريق لانه الاصوات التفضيليه رح تروح لإله مش لإلي. مزبوط. بينما بالحاصل الانتخابي اذا اجى بورسنتاج معين يمكن انا ارجع اطلع اخرق من الليستة الثانيه، مشان هيك كل واحد عم يحسب باي منطقه عنده حظوظ اكثر وباي منطقه ممكن يجيب ممثلين اكثر. بصراحه القانون الجديد هو انتصار لحزب الله، لانه الوحيد اللي تمسك بشيء وحصل عليه بالنسبه الكامله هو حزب الله، وان تكن تقسيم الدوائر وغيرها، بس المختلط انطرح، الارثوذكس انطرح، كل النماذج انطرحت وبالاخر النسبيه صارت. هل نحن فعلا في عهد حزب الله يحكم؟ هذا اقصى الامنيات، وعم بيجربوا يطبقوها بطريقه اداره الدوله، ويمكن في البعض عم يقرأها بطريقة الجامعة اللبنانية نموذج، يعني بدل ما نكون بمؤتمر تأسيسي واقعي عم ينعمل تقسيم على التواتير على الثلاث متالتي من خلال أرض الواقع، أنه عم ينقدم حقوق المسيحيين وعلى حساب تكريس ثلث بثلث بثلث إلى ما هنالك. ولكن ما يوخزونا، في فريق كان عم بيطالب بالمختلط، في فريق كان عم بيطالب بالنسبية لبنان دايرة وحدة. لا كان يقول أقصى الطموحات هيدي، بس حتى والفريق الثاني كان عم بيقول أقصى، كان عم بيطالب الفريق الثاني القوة اللبنانية كان بدها قانون مختلط، ما كان بدها قانون أكثر ولا بأي لحظة من اللحظات مختلط. قانون المختلط لما بتقسمي على 15 دايرة بطل قانون نسبي، ما عليه يعني يعني صار البعض حتى إذا عم تسمع التحليلات والقراءات عم توصل تقول انه هو اكثر مقنع مش نسبي مقنع نسبية مشوهة. تماما، فما حدا يعتبر حاله انتصر على حدا، ما اللي يبيعونا اياها حشكل ما بس هون سالتك هذا السؤال لانه البعض عم بيقول ليش الدكتور دراسه على في شيء اسمه كانوا كثير شاطرين في حزب الله على مدى فترات طويلة بروباغندا بيلعبوا على الوتر الحساس بسيكولوجي، يعني هيدي بتندرس على الطريقه الايرانيه. بس يعني طب ليش دكتور جعجع تقدر تكذبي على بعض على بعض العالم بعض المرات، ما فيك تكذبي على كل العالم المرات. كل المرات بس ما يواخذونا منون منتصرين هو هو. وليه دكتور جعجع ليه دكتور جعجع بعده مش هيك؟ يعني البعض عم بيقول انه ما عم بيعطي بمعنى هذا كل الزخم لزخم التأييد للعهد، ودائما بدلهم إذن من انه يقول لا والله هذا العهد كثير جيد او كثير منطلق حتى من داخل الحكومه بقصه خطه الكهرباء. نحن بلد ديمقراطي، القوات اللبنانيه بفتكر في اجماع بالوقت الحاضر حتى من اقصى المعارضين والمنتقدين يلي بزمانهم بتصوري لهم الشيطان وما بتصوري لهم القوات اللبنانيه، مزبوط او لا؟ مش هيدول وانت عم تستضيفيهم هون واللي شو عم بيقولوا حاليا؟ مش من اهم الوزراء بالحكومة هن وزراء القوة اللبنانية يلي عم يدرسوا ملفاتهم، يلي بعيدين عن الفساد 100%، يلي بيطرحوا طروحات واقعية ومنطقية وعلمية وبعدين كلها قابلة للأخذ والرد. بلا ما في شيء يفضوه بالقوة. طيب وزراء التيار هيك بتشوفون؟ بفتكر عم نقرأ كمان، إذا أنا ما عندي مصادر من الفريق العوني أوكي، إذا أنا عم بقرأ أنه هلأ عم بيفكروا بتعديل وزاري يعني لانه عم بيقولوا انه وزراء القوات اللبنانيه
يسجل لهم انه افضل من بعض الوزراء يلي محسوبين على التيار العوني. عم تقرايون؟ عم تقرايون هيدي القراءات؟ بس بعد ما تاكدت هيدي المعلومه. طيب. فاذا هيدا شو بيكون؟ بيكون والله برافو، عم نعطي نحن الطريق الصحيح. اذا هيدي الطريق الافضل يعني لسلوكه، يعني بتكوني قدوه لغيرك، مش بتكوني عم تنتقدي غيرك للانتقاد، بتكوني عم بتقولي انه تعالوا جميعا لنبدي مصلحة البلد ومصلحة الشعب اللبناني على أي مصلحة أخرى، بعيدا عن الفساد، بعيدا عن الزبائنية، وبعيدا عن المصالح الشخصية. فإذا هيدي راية حق ترفع بحق القوات اللبنانية وليس انتقاد. ولما عم يعطوا البون اكزامبل هيدي منقول لهم ميرسي، ما بننتقدهم، ما بنقول انه عم ينتقدوا غيرهم. اذا هن منيح بيكونوا عم بيسبوا بغيرهم. اليوم بتقولي اخطات انه ما أيدت بقوة هذا التفاهم قوة التيار، بتعيد قراءة موقفي؟ لا 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 لا، أنا بنتقد وبعدني أنا بالموضوع السوري ما ممكن التقي مع. طب وبالموضوع الداخلي هلا عم بتقولي إنه بالموضوع الداخلي أخذ وعطى، ما حدا عنده الحقيقة كاملة، يعني كله عم يندرس ضمن المؤسسات، القرارات تؤخذ ضمن مجلس الوزراء وضمن المجلس النيابي وبالنتيجة تؤخذ بالأكثرية. قريت هيديك النهار أنه بداخل مجلس الوزراء حتى كانوا عم يسألوا شيء للوزير محمد فناش، قالوا شو بجيب الصواريخ الأرض جو على قلب مجلس الوزراء، مزبوط أو لا؟ يعني أنه في نقاش، إذا وصلوا على التصويت عم يسألوا على التصويت، يلي معه الأكثرية عم ياخذ الحق، ويلي ما معه الأكثرية لو معه حق ما رح يقدر يقنع غيره، بيقول انه ما قدرت حقق يلي انا بطمح له. يعني ما عليه الحياه الديمقراطيه تاخذ مجال المعارضه حلوه، ما في شيء اسمه انه انت بتعطي حق لفريق بتمشي معه على العامل وعلى البطال، ان كان ابيض على طول ابيض وان كان اسود على طول اسود. بس حلو المعارضه، بموضوع العهد حلو الحياه الديمقراطيه. بموضوع حلوة. العهد تؤيدين بان لبنان يعرف اليوم عهد الرئيس القوي؟ انا عاتيك هذا التوصيف. بقدر اكد لك إذا عم تسألي رأيي الشخصي، حطت القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر إيدهم بإيد بعض عند المفاصل الأساسية مثل ما عم بتشوفي، شئنا أم أبينا عم ترجع تعطي عصب للوجود المسيحي بلبنان. لبنان بلا الجامعة اللبنانية إيه؟ مين اعترض عليا ما اتفقوا مع بعضه؟ أوكي، ما هيك عم أقول لك انه بوجودهم. شوفوا شو صار بزحله، ما كانوا مع بعضهم؟ مزبوط. بير خضرة لما عامل المؤتمر مش كان كل الفرقاء المسيحيين من المرضى للقوات للكتائب للعونيين كلهم على فرد قلب بهيدا الموضوع، لانه ما بدنا لبنان يبطل يشبه لبنان، لانه لبنان لما بتنقضم فيه حقوق المسيحيين حتى لو هلا عند كثير من الاصحاب المسيحيه بيقولوا ايه ما بدنا نحكي بهيدا المنطق. يا حبيبي انت مش موجود بمطرحك وما عم تعبر عن رايك بحريه الا لانه في البعض دافع عن وجودك، ما كتير تتفنطز وتتعنطز وتقلي بالآخر إنه إيه نحن ضد هذا المنطق. حتى بأوروبا وصلوا لهذا المنطق إنه الطائف يمكن أحلى شيء عملوا إنه أعطى الجميع حقهم. نحن بلد تعددي مش بلد عددية، بلد تعددي. ولبنان إذا بدنا نبلش نعد فيه بلا هالوجود المسيحي يلي عم يعطي، ونحن اليوم بعيد مر شربل يلي عم بيوزع عجيبه على العالم كله، ويلي انا بعتبر انه لو ما عمل معي عجيبه ماني موجوده معك اليوم لانه كنت قاعده على المتفجره. لبنان بحد ذاته عجيبه، هيدا البلد كيف بعده مضاين لليوم عجيبه، هيدا البلد يلي كل المناطق حواليه متفجره وهو بعده مضاين، اكيد في قوى أمنية عم تحافظ على أمنه، ولكن إنه نكون نحن قاعدين هيك مرتاحين على وضعنا أنا وياك بعالم مشتعل، خير الله بعالم مشتعل، هيدي عجيبة. والوجود المسيحي اللي هالقد بعده قوي بلبنان مقارنة مع دول أخرى حيث الأقليات عم تمحى من الوجود وعم تمنع من التعبير عن رأيها، كمان هيدي عجيبة. خلينا نحافظ على هالعجيبة لأنه لبنان بل هالعجيبة ما بيشبه شيء وما بيشبه لبنان. بعد الفاصل، حزب الله، الكتائب، المرضى، هل تؤيد ماجد ضياء انه يعني يتحالف معهم او يتفاهم معهم، تتفاهم معهم القوات اللبنانيه؟ فاصل ونعود. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، ونتابع الجزء الاخير من حوارنا مع دكتوره مي شدياء. دكتوره مي،
بالاسئله رح تبلش بالسهل. يلا. شو اللي بيخلق قوات؟ عطول معك السهل الممتنع. ميرسي. شو اللي بيخلق قوات وكتائب؟ يعني اليوم انه يتحالفوا قوات وتيار بما في بينهم من حرب الغاء تصير شيء منطقي، وقوات وكتائب اللي هن من ضلع بعض مختلفين، ليه؟ لانه ما هم بحاجه يعملوا اتفاق تفاهم بين بعضهم، هن متفاهمين بس مختلفين على اذا بدك 80% كل المبادئ الاساسيه. وشو المختلفين عليه؟ مختلفين عليها انه حزبين، حزبين كل واحد بحب يوصل اكبر عدد من المنتسبين له الى السلطه، هيدا طبيعه الحال. ولانه عم ياخذوا من درب بعض المناصرين، هيدي الغلط. لانه يعني مثلا انا شخصيا يعني انه منتسبه للقوات اللبنانيه بس ما بحس نص كتائب، انه بي كان كتائب، ما في تحسي انه لا هيدا فريق ثاني او ضد قناعاتك او ما بعتبر حالي حال واحد انا وياهم. بتختلفي على المبادئ الاشياء الصغيره يمكن على بعض المواقف بالسياق العام للامور، ولكن على المبادئ الجوهريه وجود لبنان، اساس لبنان، كيف بتنظري للمجتمع الدولي، كيف تنظري للاحتلال السوري، كيف تنظري للشهداء يلي مختلطين بين الفريقين. بس الكتائب بيعتبروا انه اذا النظره بتتشابه بس بالممارسه القوات رضخت، لا رضخت فكرة انه ايران تحكم في لبنان وهن المعارضه لهذا الامر. معليه هيدي خلينا نمرق، ما بالمره الماضيه كان في 3 وزراء للكتائب ضمن الحكومه يلي كان فيها كمان حزب الله وكان فيها كل الفرقاء، القوات لم تكن ممثله بالحكومه، القوات ما عملت اللي عملوه الكتائب فيما بعد. يعني انه فيك تكوني برات السلطه وتعبري عن مواقفك بطريقه منطقيه، بس ما ننسى انه هلا نحن كمان بحق لكل فريق وبحق للشيخ سامي جميل انه يعبر بهالطريقه الشبابيه اللي بتقارب يمكن مشاعر الشباب بشكل اخر. نحن على مقارب انتخابات نيابيه، يمكن اوقات عم يوضع وحلو المعارضه عم يوضع الاصبع على الجرح في مكان ما، يمكن القوات عم تعبر عن نفس الراي وانما من الداخل. هلا هن لانه ما انتبهوا ما فاتوا الى هذه الحكومه عم بيعبروا من خارج السلطه وصوتهم اعلى. ما عليه هيدا كله بيتكامل وبيؤدي لشيء ايجابي بس بالنتيجة، ما بتعتبر انه في خلاف سلبي. يعني خلاف لا لا لا، القوات والكتائب ما ممكن يعني مثل الاخوان، يعني مثل اللي بيقولوا المصارين بالبطن بتتشارع وبتتخانق. يعني انه الشقيق الاكبر والشقيق الاصغر بدنا نتفق مين الاكبر ومين الاصغر، ما عليه بيختلفوا بين بعضهم ماشي الحال. ما لدى قوات صراع التاريخ الذي لا ينتهي؟ في خلاف لا شك يعني على الامور. هل هو خلاف نتيجه موروثات تاريخيه واتهامات تاريخيه او انه لا البعض بيقول حول واقع جديد؟ انا بدي اطلع، ما بدي اطلع على التاريخ، بدي اطلع على هلا. يعني هلا اكيد بموضوع التقارب مع نظام بشار الاسد الخلاف 100%. طيب العلاقه مع حزب الله بالامور الاساسيه اللي بتتعلق بكيان لبنان الاختلاف 100%. تظهري من هول الشغلتين على المستوى الداخلي في كتير أوجه تقارب بين القوات والمردة كتير. يعني حال واحد بيشبهوا بعضهم كتير كمان بشو. إلا بهيدول الموضوع في عندهم عصب، عندهم هنات على المسيحية شئنا أم أبينا، يعني أنه أنا بعرف المردة شو هني بعرفهم كتير منيح، عندهم هاي النتعة، عندهم هيدي الجبل اللبناني، في شيء بيشبه بعضه يعني إخوة كمان بس بالنتيجة. لأنه اثنيناتهم زعامات بالشمال بتعتبري؟ لا مش لا يعني لا دائما لما يكونوا زعامتين بنفس المنطقة بيكون أكيد لها تأثير. بس ما ننسى كمان أنه القوات انتشارها على مستوى كل لبنان، ما عم حبتي لكتار بتيار المردة بعده محدود انتشاره. يعني هلا بحاول يقول انه انا موجود بهاي المناطق بس بهاي اليوم المناطق كمان بنشوف بيوت للمردة ببعض المناطق، ولكن على الارض خلينا يمكن بس انا القوات حزب مسيحي، المردة حزب وطني. خليني باردون انه شوفي مكتب القوات بتضحي القوات يعني. القوات مش حزب وطني، ما فهمت. ما بيعتبروه هيك، بيعتبروه حزب مسيحي والانتساب له من الاكثريه المسيحيه. لا المردة فرجيني كم حدا في غير مسيحي. بس انه اليوم الوزير سليمان فرنجيه اليوم الوزير سليمان فرنجيه اذا في لبنان دائره واحده، اليوم الوزير سليمان فرنجيه ما بيكون بيمثل بالضاحيه
اكثر بكثير ربما من حتى نواب محسوبين على طائفه شيعيه وهن من الطائفه. لكن في نائب طلع اكبر عدد من الناخبين بالانتخابات الماضيه، اجى بجيب نائب امير رحمه، اذا بقول اسمه هلا بيزعل مني وبياخذ على خاطره وبدق وببلش. يا اخي اميل يا حبيبي انا ما عندي شيء ضدك، بس انت ما طلعت باصوات الشعب يلي هو طبعاً يعني اللي هو بتمثله، طلع باصوات غير الذين يمثلهم. بتعتبريه هو وطني جايب اكثر من 100,000 صوت وغير نواب غير وطنيين؟ جاوبيني انت. ايه لا ما بعتبره إيه غير وطني، انا هذا المنطق. انا عم بقول امتداده على مستوى الوطن مش غير وطني. ارقام بحكي كارقام، بتحكي منطق بحكي كمنطق. لا بس اليوم بين المرضى والقوات اذا كانتشار بمعنى بالبيئات الاخرى مش المرضى، في قوات على بجنوب لبنان، في مرضى بجنوب لبنان اكيد باردون. ايه طيب يا اختي ليش لا انا وياك عم نحكي مسيحيا عم بحكي هو انا بالبيئات الاخرى كم منتسب مسلم فيه بالمرضى؟ انت قولي لي، يمكن انا غلطان، يمكن ما عندي المعلومات المضبوطه. طيب هلا مش جايه انتخابات، خلص عندها الامتحان يكرم المرء او يهان. معلوماتنا انا وياك بتتاكد على الارض، يعني ما حدا بيمسك الحقيقه المطلقه. تعتبر انه الحاضر بيمنع التحالف اكثر من التاريخ؟ الحاضر بمعنى تنافس الزعامات؟ لا لا، وهلا يمكن يتحالفوا بالانتخابات بالشمال يعني. مزبوط، في مساعي بهذا الموضوع. اكيد في مساعي، في مثل ما في مساعي مع فرقاء اخرين. بس معقول يعني ينكسر بعد. اذا انكسر تحالف التيار القوات بالبترون تحديدا، يعني دائره شمال بعض يختصرها بالبترون، يمكن مش من مصلحتهم. ممكن ينكسر تحالف وين ما كان ساعتها. اعود واكرر، بالنسبه للقانون الانتخابات الجديد وبالنسبه للاصوات التفضيليه، يمكن مش من مصلحتهم ينزلوا على فرد ليستات، صح؟ حزب الله القوات مع تفاهم حزب الله القوات على اي شيء؟ على شو؟ ايه اذا ضد الفساد، ايه علما انه انا بعتبر انه انا عندي كثير علامات استفهام. حزب الله اوقات ببين ضد الفساد، بس انه نحن بنعرف انه علاقاته الخارجيه وتبييض الاموال وطريقه حصوله على الاسلحه. انا بالنسبه لي بهيدا الموضوع حتى في كثير بوانت اكسكلاماسيون من هون ومشيت هدليك. ولكن اذا باطار تنظيم شؤون الدوله داخل مجلس الوزراء بيتفقوا على بعض المسائل لا باس، وانما فيما بيتعلق بانتماء لبنان. ليش شو موقف حزب الله من انتماء لبنان؟ يعني انا كنت ضل اقول عملنا 100 مشكل، نحن كنا مقتنعين انه لبنان بلد فينيقي ومش قبلانين نكون عربي، لبنان ذو وجه عربي، علقت الحرب بال 75 لنحول من ذو وجه عربي الى لبنان بلد عربي، ما حزب الله صرنا بدنا نصير لبنان ذو وجه فارسي. حزب الله شو مرة ما لهم علاقة بالعرب لا من قريب ولا من بعيد، بعده لبنان بلد عربي. ليه مين حامل قضية العرب اليوم؟ نحن بلد عربي. لأي متى حزب الله حامل قضية فلسطين، قضية العرب الأساس؟ حرام. وعم تشكك إذا هو عربي ولا غير عربي؟ بقلك شغلة، الله يساعد هالشعب الفلسطيني، شو تاجروا فيه؟ يعني ضد تفاهم حزب الله القوات بالمطلق؟ هيك؟ على غواربه؟ ما تفاهم حول لبنان. لبنان ب لا لا لا، برجع بكرر مثل التفاهم اللي انعمل مع لليوم التيار والقوات، تفاهمهم كثير الشؤون الداخليه ليضل عجله الاقتصاد ماشيه بالبلد، لانه كلنا سوا رح نموت من الجوع. ايه بس المبادئ شو بيجمعك مع حزب الله؟ بس حزب الله يعتبر انه لبنان بلد نهائي، بس يقر باتفاق الطائف، بس يعتبر انه يبطل بده المتالته، بيقول انه هو ما طالب بالمتالته، هدول وقت راحوا على فرنسا هن اللي طالبوا، بوقت هو اللي اشتغل عليها، كب على الفرنسويه بوقت هي طبخته بايران، معلش يعني. بعد صوره لبنان يلي بحبها حزب الله غير واضحه، لما اقول بالنسبه لإلي مرفوضه. بقى خلينا بعد الامور عم تنرسم، هلا سوريا هلا خرطتها عم تنرسم، هلا صورتها عم تنرسم. نحن لبنان هالبلد الصغير بنشكر ربنا، برجع بقول لك خلينا نورجي صبيحه هذا اليوم الوجه الايجابي للامور، خلينا مطرح ما بنلتقي نضل ملتقيين، خلينا بالمعارضه السلميه حيث يجب ان نتعارض وان نختلف بالنسبه للمواضيع، حيث يجب ان نكون ايه، ونحن يجب ان نكون هنا في لبنان
ومهما العالم قال وأبا من أبا ونحن هون ومشتركين البلد. أهلا وسهلا فيك دكتورة مي شدياء مؤسسة MCF معهد الإعلام. أهلا وسهلا فيك ومرحب بك دائما باستديوهات الجديد. شكرا لحضورك. شكرا على هالدعوة. أهلا وسهلا مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة. غدا حلقة جديدة من برنامج حدث، فكونوا على الموعد.